يبدأ يخرج نفسياته، فاهمين؟ علي متعبة وكان الجو بارد. يا سيارة بني جيني من إيطاليا، مجدركم فيديو جديد. الفيديو راح يكون عن قصة من قصصي. كثير منكم طلب مني هذه القصة وحابين يعرفوا إيش السالفة اللي صارت. تكلمت عن القصة بفيديو من فيديوهاتي، وكثير منكم طلبوا إني أحكيها لكم، وصار الوقت إني أحكيها. المهم، لو لساتكم مو مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا، يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الإشعارات، وإن شاء الله راح أرجع لكم رجعة قوية وأفضل من زمان، وراح أحسن طريقة التصوير والمونتاج وكذا في المستقبل إن شاء الله. اليوم القصة راح أتكلم عن إيش السبب الحقيقي لطردي من الشغل. طبعا أنا في فترة، يعني بعد ما خلصت المدرسة، بدأت بالأشغال. اشتغلت طبعا في مصانع. كانت الأشغال المصانع مرة كانت متعبة، وكان الجو بارد، وقت الاستراحات مو طويلة، وكان مرة غبار، ويعني كان مؤثر على صحتي وعلى نفسيتي، وبالذات في فترة الكورونا. يعني بعض الأحيان كنا نروح المكتب يا نلقي شغل يا ما نلقي. طبعا أنا ما رحت الشغل لوحدي، مع نارين، وهذا الأشغال طبعا ما يشتغلون كبار بالثلاثينات بالأربعينات بالهذا، بس إحنا عشان محتاجين فلوس فاضطرنا إنه إحنا نشتغل. المهم، أنا كنت رافضة فكرة إني أصحي بدري وأروح أشتغل، بالنهاية ألقي شغل أو لا. كنا نصحي من الفجر والجو بارد، أنا ونارين صراحة كان من جد معاناة، وهذا جزء من الجهة السلبية من كوريا، يعني جحيم كوريا يعتبر. فالمهم إنه أنا قررت إنه أبحث عن شغل على طريق يعني الأب هذا يدور لكم شغل، يعني يختصر الموضوع أو يعطيك شغل بمواصفات اللي انت تبغاه، في الوقت اللي انت تبغاه، في الساعات اللي انت تبغاه، وكمان الفلوس حقته كانت احسن من الشغل هذا اللي كنا نروح المكاتب. بالنهاية هي تاخذ نسبة وتعطينا النسبة الثانية، اوكي؟ فالمهم قمت ادور، وقعدت يعني دورت اكثر من مرة، ورحت اكثر من مقابلة، ودورت شغل وزي كذا. فالمهم لقيت الشغل اللي ابغاه، اتصلت للرجال وتكلمت معه، وكان اسلوبه مرة طيب ومحترم معي، تعامل معي بطريقة مؤدبة، وحكالي انه كان في واحدة حرمة قبلي وكانت اشتغلت عنده لمدة اسبوع، كانت طول الوقت تتأفأف، يعني تقول انا اوف اوف اوف، يعني مو عاجبها الشغل. فحكالي السالفة، بس انا من ذيك اللحظة بديت اشتغل، واشتغلت يعني من جد اشتغلت معه كل ضمير. يعني ما انا من النوع لما يكون بالشغل يعني خلاص ما في يعني معايا مزح ولا شيء. صار مني بعض المواقف، كان بعض الأحيان أتأخر، ويصير إنه ممكن أتأخر دقيقة أو دقيقتين فكان يعلق علي، بس أنا كنت قبل ما أتأخر كنت أجي قبل الوقت نص ساعة. يعني مثلا المفروض الشغل أجيله الساعة 4، أجيله 3:30، يعني كنت دائما أجيله 3:30، 3:40، 3:50، يعني أجيله قبل الوقت بفترة عشان ما يعلق علي، وكان عشان أنجز الشغل بسرعة أو أجهز الشغلات بسرعة. الشغل اللي اشتغلته هو عبارة عن مطعم، بس كان شغلي عبارة عن طبخ وتقديم وتجهيز وتنظيف، يعني كان علي كل المهمات تقريبا، هو بس اللي يقدم للناس، يقدم وينظف الماسات، هذا اللي كان علي، لأنه هو يعني المدير حقي. فعادي أنا ما اعترضت، فكنت دائما أشتغل عنده، وكان لما يألمني رجلي ولا يصير لي يعني أتألم بجد، يعني كان مرة متعب مرهق بالنسبة لي، لأن هذا الشغل ما يشتغلوه إلا ناس كبار برضه. فالمهم تمريت معاهم، وكمان بديت أعمل مع المدير وأهله وأقاربه وأصحابه زي علاقات، يعني كنت قريبة منهم، أتعامل معاهم مرة مرحة معاهم، مرة يعني دائما بشوشة معاهم، يعني دائما أتعامل معاهم بطريقة إيجابية. وكان المدير مرة يعني قريب مني، يعني كان بيننا زي أخ لأخته الصغيرة زي كذا. فكان المدير هو تقريبا عمره بالثلاثينات وأنا بالعشرينات، بس إنه كنا نتعامل بيننا زي أخ وأخته الصغيرة، فكان كل تعامل فينا بطريقة محترمة، أوكي؟ وزوجته كمان كانت تجي وتساعدني ونتكلم وزي كذا. زوجته مرة كانت طيبة وحبوبة، بس كان بعض الأحيان المدير كان عنده مشكلة إنه هو دائما يشوف، يعني يبغى كل حاجة آخر حلاوة، يعني على قولة المصريين آخر حلاوة مرة، يعني يكون كل شيء مضبوط آخر حلاوة، كان يبغى كل حاجة مضبطة كل شيء.
بس ما في الحياة شيء اسمه مضبط. دايما كان يقول لي ركز على التفاصيل الصغيرة قبل الكبير، وهو دايما كان ينسى التفاصيل الصغيرة دي. مثلا ممكن كان ما يخلي اللحمة يخليها برا الثلاجة ممكن تخرب، وكان كل مرة لما ما يجي زباين أو أي شيء يبدأ يخرج نفسياته، فاهمين علي؟ فبعض الأحيان كانوا يجوا ناس يعني يزحموا المكان، يجي يصرخ، بس يصرخ يعني هو إنسان بس اللي عنده لخبطة، يلخبط الآخرين من حوله، يعني دايما عنده زي اللي يقول لك المستعجل، كان طول الوقت مستعجل على كل شيء. تمام، الناس المطعم المثالي، الحياة المثالية، المدري إيش، كان يحاول يظهر للناس الزباين هذا الشكل، فكان دايما يعلق لي على هذا الشيء، وأنا دايما كنت أحاول قدر الإمكان إنه أثبت له إنه أنا أحسن من كذا، أنا مو الإنسان اللي أنت تتخيله إنه ممكن يكون مهملة أو زي كذا. فكنت دايما أحاول إنه أطور بالنفسي، وحاولت كثير، وبدأت أتعلم حاجات كثيرة، وتعلمت شغلات كثيرة، وصراحة هو دعمني، يعني فاهمين، دعمني بحاجات، يعني علمني حاجات جديدة وحاجات شغلات جديدة في الطبخ وزي كذا، فأنا تعلمت منه الصراحة، ما هو إنه أنا ما تعلمت من الشغل، فتعلمت حاجات كثيرة. فاللي صار شوية شوية بدأ يعمل مقارنة بيني وبين اللي قبلي، الحرمة اللي تركتهم فجأة، هو حكالي إنه تركتهم فجأة يعني بدون اتصال وكذا، وقالت لهم اليوم الثاني أنا ما بجي كذا، قطعت، ما اتصلوا عليها، حتى ما عطى لهم وقت قبل ما تتركهم. فكان دائما يسألني إنه إذا بترك الشغل أو لا لازم أكلمه، وكان مرة عنده هذا الخوف والفوبيا إني أنا يوم من الأيام راح أترك الشغل، بس أنا ما تركته، كنت مرة ملتزمة في الشغل، كنت أحاول دائما أعمل طاقة إيجابية له، حتى لما كان بعض الأحيان يجي هو طفشان ويصرخ ويعمل مدري إيش، دائما أقول له إهدى وفكر بطريقة إيجابية، ودائما كنت أحاول أتعامل معه كأخ كبير، إنه أشجعه وإنه يبدأ حاجة جديدة، يعني مهما كان المشاكل اللي تصير بين بيته وبين هذا ما يحطه بالشغل. كان يسلي أكثر من موقف خارج عن الإيد، يعني أكثر من موقف مو بإيدي، فكنت دائما أتصل له. بعدين هو كلمني قال لي لازم تتصلين قبل ما تتأخري بثلاث ساعات، وأنا قمت طبقت هذا الشيء. في يوم من الأيام أختي بسبب المدرسة حقتها عشان موضوع كورونا وما كورونا كان عندها اجتماع طارئ، وكان لازم أنا أروح معها أنا وأمي، بما أنه أنا لغة الكورية يمكن أحسن شوية من أمي، فكان لازم أنه أروح أتعامل معهم وزي كذا، زي أني أنا مسؤولة زي كذا، إيش يسموه، إيش، ولي أمر. ووصلت على الوقت وكنت بتخيلة أنه راح نخلص بدري، يعني نخلص بدري، بس أنه قعدت 10 دقائق ونخلص. صار الشيء خارج عن إيدي، اتصلت له وكلمته، قلت له يا مدير أنا كذا بتأخر وأنا مدري إيش. قام قال لي إنما شو قلت لك تجلس قبل الثلاث ساعات، كان قبل يعني قبل هذا كله كان صاير اليوم الأول مشكلة بيني وبينه، بسبب إنه دائما قاعد ينتقد تصرفاتي وأسلوبي وحياتي، وإنه أنا ليش ما أركز على أدق التفاصيل، وهو كان دائما يخالف هذه الأدق التفاصيل اللي يقول لي عنها، دائما يقعد يقول لي سوي كذا وسوي كذا وسوي كذا وسوي كذا، وهو نفسه كل مرة أقول له حاجة دخل الأكل مدري إيش كان يروحني. بعض الحين إنه ما كان في باص أروح قبله قبل الموعد، إنه كان الباص تقريبا للساعة 11 ونص آخر باص يوصلني للبيت، فأنا لو كنت قعدت أكثر ما رح ألقي سيارة. فاللي صار إنه دائما كنت أقول له ركز على كذا دخل هذا، دائما يعني كأني أنا المديرة مو هو المدير، مع ذلك كان دائما يضيع أمور كثيرة، ومرة خرب عليه لحم كثير بسبب أهماله. أنا ما كنت حابة أخرب هذا الشيء وأترك المكان، رغم أني كنت أبغى أتركه من كثر مكان يخنقني، كان دايما يعطيني طاقة سلبية، يقول لي أنا أفضل إنسان، أنا مدرس زي تعرفوا الواحد اللي يعاير، هو كان يسوي زي كذا. فالمهم إنه اتصلت له وكلم معايا، قام قال لي كيف ما وش قلت لك وما أعرف إيش وهذا الكلام، قلت له أنا الشيء خارج عن إيدي، يعني أنا ما كنت عارف هذا الأقل، أنا إيش عرفني، أنا إيش دخلني، أنت ليه تتأخري؟ وهو كان أول مرة أتأخر فيها وأكلمه هذا الكلام، قال لي خلاص أنت
انت خلاص انا ما ابغاك لا تجي اليوم الثاني. قلت له طيب كيف يعني ايش بهذه السهوله؟ ما حبيت انه هذا. قام قال لي خلاص لا تجي الشغل واعتبري نفسك مطروده وراح ارسل لك الفلوس. ورسل لي الفلوس على البنك وقال لي لا تجي ابدا الشغل. ثاني شيء قال لي انت لو لاية، هذا الكلام اللي اثر فيا يعني، قال لي انت ما راح تلقي شغل زيي محترم، يعني شخص يتعامل معاكي يعطيكي ايجار زي ايجاري. كان قبل فتره برضو نفس الشيء يقول لي في الاشغال الثانيه يعطوكي اقل من ايجاري، انا الوحيد المحترم اللي يعطيكي ايجار كبير. ف كان يقول لي هذا الكلام، يقول لي انت انا احسن، انا غلطان اني تعاملت معاكي وانت ما راح تلقي شغل مثلي، وانه حياتك الحين بتدوري شغل وما في اشغال. يعني هو عارف انه بسبب كورونا ما في اشغال، يلا انقلعي ولا عاد ترجعي للشغل. هذا الكلام اللي قال لي بلال، وقال لي هذا الكلام زي المعايره، وكان قبل برضه كان يعايرني بالطريقه هذه. فانا ما حبيت هذا الاسلوب، وانا كنت اصلا كنت ابغى أسيب الشغل، وصار لي إحباط من أسلوبه. كان كل ما أحاول أعمل حاجة إيجابية أو أنظف أو أجيب شيء ولا أرجع أجيب بدري ولا كذا، كان دائما يجيب لي زي الإحباط فيكرهني إني أعمل حاجة إيجابية. فالحمد لله إني خلصت منه. وبعد هذيك الفترة بعد الشغل تقريبا حسيت بإحباط، وكنت أدور شغل وحسيت زي العالة على أهلي، لأنه أنا ما أحب أقعد في البيت الصراحة، فلازم كنت أحاول أخرج. كنت دائما حاسة بضيق إنه أنا انتهت حياتي ومدري إيش. حسيت يعني كلامه كان شوي مؤثر فيني، لأنه في هذيك الفترة ما كان في أشغال، وكنت أتصل للأشغال يقولوا لي ما نشغل أجنبية، إحنا ما نبقى أجنبية. ما كانوا يعطوني فرصة حتى إني أثبت جدارتي، رغم إني أنا كأجنبية أشوف نفسي أفضل من ألف كوري. والمهم لقيت شغل ثاني، شغل كمان كان جنب شغله، وما كان نفس الشغل اني اطبخ وانظف الصحون وارتب وامسح وما اعرف ايش واشيل الصحون وما اعرف ايش وكل هذا. بالنهاية ما كان عجبه هذا الشيء، حتى اهلي لما جو زيارة للمطعم انصدموا انه انا كذا. يعني كان يقول لي انت بطيئة، كان هو بيقول لي كذا يعني الوجه، كان ينتقدني ومتعمد يعني للانتقاد، وانا اكره شيء عندي الانتقاد. اذا ما تشوف حاجة حلوة مني كنت من زمان تقول لي انقلعي، يعني انت كنت كان بس اللي يقعد ينتقد تصرفاتي، وانا اسوأ شيء عندي الواحد اللي ينتقد تصرفاتي. الحمد لله اني خلصت منه ولقيت شغل احسن منه وقريب من شغلي. طبعا انا اشتغلت بعده بشغلين، الشغل الاول كان قريب منه ومسافة بعيدة، وتركت الشغل حقتها، قعدت لمدة اسبوع وتركته، والحين انا في شغل ثاني وان شاء الله ادوم بعد الشغل، وهو قريب من بيتي وامشي له ماشي، يعني ما اضطر انه هذا. فتخيل انه كل تأخير اخيرة من الحياة، وحاجة ايجابية انه جتني شغل وبدأت الحياة تضحك لي، والشغل مرة حلو وكان كويس ومو صعب، مو نفس يعني نفس الفوضى، والمدير ما يتعامل معي بطريقة سيئة ولا شيء. فأنا مبسوطة وبدأت ترجع للطاقة الإيجابية، وإن شاء الله راح أنزل فيديوهات كثيرة، راح أنزل فيديوهات كثيرة وقصص كثيرة عن حياتي وعن المواقف اللي صارت لي من مواقف محرجة وكذا. فإذا أنتوا حابين تعرفوا مواقف المحرجة تحطوا في الكومنتات، ويا ريت توصلوا هذا الفيديو أكبر عدد من اللايكات عشان أستمر وأبدأ من جديد، وأنتوا بتكونوا أكبر داعمين لي. ويا ريت تدوسوا على الجرس عشان يوصلكم الإشعار، وأحبكم مرة. باي.